صلوا على الحبيب الحزب السادس في يوم السبت حفتة والدين برنفا لباب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واعته الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد اللهم عظم شأنه وبين برهانه وابلج حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في امته واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم يا رب احشرنا في زمرته وتحت لبائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته امين يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغه عنا افضل السلام وجزه عنا افضل ما جازيت به النبي عن امته يا رب العالمين اللهم يا رب اني اسالك ان تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى الخارج من الارض والنازل من السماء انك على كل شيء قدير برحمتك وان تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ورضي الله عن ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين ورضي الله عن اصحابه الاعلام. ائمة الهدى ومصابيح الدنيا وعن التابعين وتابعي التابعين لهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب الارواح والاجساد الباليه اسالك بطاعه الارواح الراجعه. إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروكها وبكلماتك النافذة فيهم بأخذك الحق منهم والخلائك بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عكابك أن تجعل النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا ابراهيم. وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله عدد ما احاط به علمك واحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك. صلاه دائمه تدوم بدوام ملك الله. اللهم اني اسالك باسمائك العظام ما علمت منها وما لم اعلم وبالاسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم اعلم ان تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل ان تكون السماء مبنيه والارض مدحيه والجبال مرسيه والعيون منفجره والانهار منهمره والشمس مشرقه والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والاشجار مثمرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد حلمك. وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك. وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك. وصل على سيدنا محمد عدد فضلك. وصل على سيدنا محمد عدد جودك. وصل على سيدنا محمد عدد سماواتك. وصل على سيدنا محمد عدد ارضك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في ارضك من الجن والانس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به الى يوم القيامه وصلي على سيدنا محمد عدد القطر والمطر، وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد انك انت الله. وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه انت وملائكتك. وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك. وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحسا، وصل على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها، والمدر وأثقالها، وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها، وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة، اللهم وصل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية. ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارك الأرض ومغاربها وجوفها وكبلتها وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصلى على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدباب والمياه والرمال وغير ذلك وصلى على سيدنا محمد عدد النبات والحصى وصل على سيدنا محمد عدد النمل وصلى على سيدنا محمد عدد المياه العذبة وصل على سيدنا محمد عدد المياه, المياه الملحة. وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد عدد نكمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والاخره. وصلي على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة، وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار. وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه. وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك، وصل على سيدنا محمد ابد الآبدين. وأنزل المنزل المقرب عندك واعطه الوسيله والفضيله والشفاعه والدرجه الرفيعه وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد اللهم اني اسالك بانك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي اسالك بحربه الشهر الحرام والبلد الحرام والمشار الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت. اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيثا ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه. ويا زائد سيدنا الخدر في علمه ويا من وهب لسيدنا داوود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنتي سيدنا شعيب اسالك ان تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعه والدرجه الرفيعه أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتبطعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاك كل ذي روح قماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وانا اسالك ولا تعذبني وانا استغفرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم اني اسالك واتوجه اليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد. انا نتوسل بك الى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر. اللهم شفيه فينا بجاهه عندك، اللهم شفيه فينا بجاهه عندك، اللهم شفيه فينا بجاهه عندك، واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين، منه والواردين عليه ومن أخيار المحبين، فيه والمحبوبين لديه وفرّحنا به في عرصات القيامة، واجعله لنا دليلاً إلى جنة النعيم، بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناكشة الحساب. واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين فاسالك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المقنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق الاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فتبعت وعلى السحاب فامطرت واسالك بالاسماء المكتوبه في جبهه سيدنا جبريل عليه السلام وبالاسماء المكتوبه في جبهه سيدنا اسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكه واسالك بالاسماء المكتوبه حول العرش وبالاسماء المكتوبه حول الكرسي واسالك باسمك العظيم الاعظم الذي سميت به نفسك واسالك بحق اسمائك كلها ما علمت منها وما لم اعلم وأسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا ابراهيم عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا اسماعيل عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا داوود عليه السلام, وبال السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام و التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام و التي دعاك بها سيدنا الخضر عليه السلام و التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام و التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام و التي دعاك بها سيدنا ذو الكفر عليه السلام و التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعملون ولا يصدر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقضائه وقدره كيف يكون كما ألهمتني وقضيت لي بجمعي هذا الكتاب ويسرت علي فيه الطريق والاسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي على حب جميع الاقرباء والاحباء. اسالك يا الله يا الله يا الله ان ترزقني وكل من احبه واتبعه شفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشه ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب. وان تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي يا وهاب يا غفار وان تنعمني بالنظر الى وجهك الكريم في جملة الاحباب يوم المزيد والثواب وان تتقبل مني عملي وان تعفو عما احاط علمك به من خطيئتي ونسياني وزللي وان تبلغني من زيارة قبره والتسليم عليه وعلى صاحبيه غاية املي بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وان تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات افضل واتم واعم ما جازيت به احدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مدحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم احد حيث تكون الا انت أن تصلي عليه وعلى اله عدد كلامك، وان تصلي عليه وعلى اله عدد ايات القران وحروفه، وان تصلي عليه وعلى اله عدد من يصلي عليه، وان تصلي عليه وعلى اله عدد من لم يصلي عليه، وان تصلي عليه وعلى اله ملء ارضك، وان تصلي عليه وعلى اله عدد ما جرى به القلم، في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة